بعد شوية قال قال البيجيني دقيقة بيستفيد، دقيقة بيستفيد. أنا البيجيني خطبة واحدة قاعد يستفيد. البيجيني دقيقة دقيقة قاعد أفيده طوالي، وبعدين أنا استفاد مني آلاف في المجتمع السوداني. 200 زمان ولا هسي؟ بعد نبست الصحابة وسيت إلى الصحابة وزمان ولا هسي؟ بس كذا أغنعك استفيدوا شنو يا أخي؟ أنت تزول بتسيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ظاهرا وباطنا مخالف للسنة، ظاهرا وباطنا. لين في اللحية طق 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 جازفة بالجماد، ما شفته يسبغها بشنو؟ سواد. قال البيجيني دقيقة يستفيد، استفيد. قال يتخرجوا مني تلاميذ، أنا من الأشرطة بتاعتي يتخرجوا تلاميذ، من الأشرطة بتاعتي خرجوا تلاميذ يا. وبعدين أنا استفاد مني آلاف في المجتمع السوداني، قربت تلاميذ في السودان مش هنا، فينا تلاميذ الآن بخيرة الدعاة في السودان، في ناس تلمذوا مني عن طريق الأشرطة بس، دعاة الآن بيصلوا الجمعة ويقتدى بهم. ده كله الله قال في القرآن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما أن تخبر من باب نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك كنت سببا وتشكر الله وتنكسر لله سبحانه وتعالى، ده ما في إشكال. أنت قعد تتفاخر وتعمل وتزدري غيرك ولا بيقلدني، وأنا عندي علم، أنا ما عندي علم.